بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، نلتقي بكم اليوم لافتتاح الأنشطة التي تنظمها جمعية بوغافر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بأنيف. مشكورة نلتقي بكم اليوم لافتتاح الأنشطة التي تنظمها جمعية بوغافر للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية بأنيف، مشكورة تحت شعار مغرب عميق بتاريخ أعمق، تخليدا للذكرى 81 لمعركة بوغافر الشهيدة التي خاضها رجال لا يخشون الموت للدفاع عن الوطن والجهاد في سبيل الله بقيادة المقاوم عسوب سلام ومجموعة من المناضلين بين مجموعة من القبائل كعربونا عن قوة الوحدة الترابية، والذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم زاهدين في الدنيا من أجل طرد المستعمر استجابة لنداء بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس. استجابة لنداء بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس جادت عليه سحائب اللطف والامتنان لما لها من وقع خاص في نفوس المغاربة عموما وأبناء هذه المنطقة خصوصا. أيها الحضور الكريم، إن هذا الحدث هو بمثابة وقفة تأمل وتدبر استحضار ما تختزنه هذه الملحمة من دروس وعبر، وهي كذلك مناسبة للحفاظ على الذاكرة وصيانة الموروث التاريخي الذي يزخر بالكثير من المواقف البطولية نستمد منها حب الوطن والاستعداد في كل وقت وحين للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة مغربنا الحبيب، مهتدين ومسترشدين بالتوجيهات الملكية السامية لإعلاء راية هذا الوطن خفاقة في مصاف الدول التي تنعم بالاستقرار والهدوء والطمأنينة والرخاء. ذلك أن التاريخ سجل بمداد من الفخر والاعتزاز المساهمة الفعالة لأبناء جميع واحات إقليم تنغير في مختلف محطات الكفاح الوطني من أجل الحرية والانعتاق، منذ أن وطأت أقدام المستعمر الغاشم أرض هذه المنطقة إلى انطلاق حركة المقاومة وجيش التحرير، حيث لم ينعم المستعمر خلال فترة تواجده في هذه الربوع العزيزة من وطننا الغالي بالراحة ولا بالهدوء البال إلى حين هزيمته النكراء، بالرغم من كون موازين القوى غير متكافئة بين قوم لا يملكون إلا كرامتهم وقوة إيمانهم وعدالة وشرعية مطالبهم، وبعد البنادق البسيطة، وبين جيش قوي يملك كل وسائل الفتك من طائرات وصواريخ وعتاد حربي متطور وجيوش من الأتباع الذين جندتهم فرنسا لترويض سباع يرفضون التواجد الفرنسي في المنطقة. ومع كل الفوارق فقد استطاعوا مقاومة المستعمر وتمكنوا من زرع الخوف في صفوف قوات العدو، بل استطاعوا أن يجبروا على قبول شروطهم لوقف إطلاق النار، منها احترام أعرافهم وسيادتهم على المنطقة. وعليه فإنه آن الأوان أن تتضافر جهود الجميع من أجل تدوين أمجاد كفاح هذا الإقليم الفتي وإشاعة قيمها لدى الناشئة بمختلف الوسائل البيداغوجية والتربوية، واستثمار الإمكانيات التي توفرها السينما والتلفزيون والتقنيات الحديثة في هذا الشأن، وما بناء الفضاء التربوي التثقيفي والمتحف للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمركز تنغير لخير دليل على ما تحظى بهذه الملاحم من سابق الرعاية وسامي العناية من لدي المسؤولين على اختلاف مستوياتهم. نتمنى إن شاء الله هذا المتحف أن ندشنه بحضور سيد المندوب السامي للمقاومة في خلال نهاية الشهر المقبل إن شاء الله. أيتها السيدات والسادة، إن جمعية بوغافر ونظرا لغيرتها على المنطقة في الموعد كعادتها من أجل محاولة استحضار وإحياء ذكرى معركة بوغافر التي خاضتها قبائل
يتعطى ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، وذلك بتنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تسعى إلى التعريف بهذه الملحمة الوطنية للناشئة لترسيخ مفهوم المواطنة الحق لديهم. وبهذه المناسبة أعود لكي أشيد وبحرارة بجمعية بوغافر بكل طاقمها التي حاولت وتحاول وما زالت تناضل بكل وسائلها المتاحة دون كلل أو ملل، رغم شظف الطبيعة وشح الإمكانيات وندرة الوسائل، إذ لا تزيدها هذه المعوقات إلا تشبتا بتاريخ أجدادها وتمسكا بهذه الأرض الطيبة التي تستحق كل التقدير، وبإرادة قوية وعزيمة غير منقطعة تماما كما هي شهامة وشجاعة مجاهد معركة بوغافر. الله شهداءنا الأبرار، شهداء الاستقلال ووحدة، وفي طليعة بطل التحرير ورمز المقاومة جلالة المغفور له محمد الخامس، وموحد البلاد ومبدع المسيرة الخضراء جلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحيهما، وأسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء الصالحين، وحفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره وأقر عين أيده الله ونصره وأقر عينه بولي عهده المحبوب مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. تنميرت شي يعني يون بيان غاختال عرقارض غي الرئيس الجمعية بوغافر السيد يوسف بن عمر لإلقاء الكلمة أمام الحضور، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أزل في اللون. السلام عليكم سيدي عامل صاحب الجلالة على إقليمنا العزيز تنغير، حضرات السادة والسيدات، يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضائي ومنخرطي جمعية بوغافر للتنمية أن نتقدم بهذه الكلمة المتواضعة بمناسبة افتتاح فعالية إحياء الذكرى 81 لمعركة بوغافر الشهيرة التي تخلدها جمعيتنا هذه السنة تحت شعار مغرب عميق بتاريخ أعمق. الحدث الذي عبر فيه أسلافنا عن تفانيهم وإخلاصهم وحبهم العميق لهذا الوطن الحبيب. وإننا أيها السادة والسيدات، إذ نستحضر كل عام منذ ما يزيد عن 20 سنة هذه المعركة، فإننا نروم من ذلك ربط ماضي المغرب بحاضره واستشراف مستقبله وغرس وتعزيز روح المواطنة والوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة، كما نروم أيضا استلهام دروس وتضحيات الأجيال السابقة من أجل رخاء الأجيال اللاحقة والتصدي لخصوم هذا الوطن، خاصة خصوم وحدتنا الترابية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الجمعية لطالما طالبت بكشف ما تصدح به توبونوميا صحرائنا الحبيبة من أدلة تاريخية دامغة لدحض ادعاءات وافتراءات المرجفين والمغرضين الساعين لغرس كيان وهمي في منطقة لا علاقة لهم بها تاريخيا. سيدي العامل، إننا إذ نشكركم كما نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح فعالية هذه التظاهرة، وخاصة عمالة إقليم تنغير الجماعات 3 مصيصي النيف وأحصية، السلطات المحلية، فندق ميتوريت، شركة بورغا.